مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة في أول الحلقة هنتكلم عن النجوم بصفة عامة. النجوم بيكونوا نجوم علشان الجماهير بتصنعهم. بيكونوا نجوم أولا قبل الجماهير وقبل الإعلام، بيكونوا نجوم علشان هم بيتقنوا عمله، بيتقن العمل اللي هو بيعمله. بمعنى ان هو في لعبته، لو انا لعيب هاندبول فانا بعرف العب هاندبول كويس، وكمان بيزيد عليه القدرات الخاصه. يعني ايه قدرات خاصه؟ يعني عندي الجلد والاراده الزياده والعزيمه الاصرار المكسب التحدي، كل ده بتخلق نجم. بتخلق نجم ممكن تكون من الصغر بيتخلق النجم، بس النجم كمان مش جوه الملعب بس، اكيد لازم يكون جوه الملعب وبره الملعب. سلوك النجوم ده شيء مهم جدا، لان عندنا اولاد صغيرين بيقتدوا من النجوم دول ويقولوا ده قدوتي. قدوتي دي مش معناها لعب بس، معناها حاجات كتير. اذا كانت لعب، اذا كان سلوك، اذا كان سلوك عام، سلوك حديث، سلوك مع كل الناس، لان السلوك ده هو طريقه التعامل بين النجم وبين كل الناس. اكيد اللي بيصنعوا النجوم الجماهير. الجماهير دي هي اللي بتصنع النجوم، هي اللي بتسقف وتشجع للنجم، لان هي حط امال كبيره جدا على النجم ان هو دايما يكون متواجد، متواجد في الوقت والميعاد والتايم اللي هو عايزه. بمعنى اللي هو بيكسب الفريق، بيخلي الفريق ينتقل من مرحله لمرحله. الاعلام كمان بيصنع نجوم دلوقتي في العصر الحالي. اكيد الاعلام بيصنع نجوم. لما بنعمل سبوت على نجم بنصنعه، بس اكيد النجم عشان يتصنع لازم يكون يستاهل الحاجات دي. ملحوظه او حاجه مهمه بقولها للنجوم في الوقت الحالي: سلوك حضرتك داخل ارض الملعب وخارج ارض الملعب محسوب. بمعنى بقى كل حاجه متشافه. الولاد الصغيرين بيخشوا الملعب عشان يتفرجوا على تدريب، فلو حضرتك زعقت او ايا كان الكلام بيتحسب عليك، بيتعلم منك ده. بيتعلم منك لو تلفظت لفظ خارج حتى لو انت بتهزر، بيتعلم منك السلوك، وبيقول انا شفت النجم فلان الفلاني هو ده اللي قال لي. اتمنى من النجوم ان هي تفضل ماشيه على مسيره النجم، بمعنى تكون قدوه داخل الملعب وخارج الملعب، لانها قدوه مؤثره جدا في المجتمع في الوقت اللي احنا فيه ده بالذات. وكلمه اخيره للنجم بقول للنجوم بتوعنا او نجومنا في كل الالعاب، في النادي الاهلي وبره النجم بصفه عامه: نقد الجماهير واجب عليك تستحمله، لان انا قلت لكم في الاول ان الجماهير هي اللي بتصنع نجوميه اللاعب. فلو سمحت تاني مره النجم ما يقولش اصل الجماهير بتنتقد. طب ما الجماهير بتشجعني، اشمعنى انت عايز الجماهير تشجعك مش عايزه تنتقدك؟ ما ينفعش، لازم تاخد الحلو والمر زي ما بيقولوا، بس المر بتاع الجماهير بيتخليك بتنتقد عشان تطلعك تاني. ومهم جدا النقد ده يكون بناء ليك علشان تقوم وتبقى نجم مره تانيه. اتمنى من النجوم ان هم يكونوا قدوه لاولادنا، لان الاولاد الناشئين وبالذات في النادي الاهلي اللي عندنا نجوم كتيره في العاب كتيره بيتفرجوا عليكم. نتمنى ان نجومنا يكونوا قدوه لاولادنا الصغيرين عشان يطلع اللعيب ده يعرف قيمه ومبادئ وانجازات وبطولات النادي الاهلي من خلال النجوم الكبار. اتمنى تكون رساله وصلت لنجومنا الكبار ونجومنا اللي على الطريق كمان. يلا بينا نخش على اخبارنا، واول خبر معانا كره اليد. وفريق كره اليد بيستعد لنادي جزيره الورد اللي هيلعبه بكره في دوري المحترفين في المرحله ال 12. فريق كره اليد معاه 31 بونت، المركز رقم 2 بفارق اهداف عن نادي الزمالك. دلوقتي بقى متساويين في النقاط، الاهلي خسر هليوبوليس والزمالك خسر من نادي الجزيره ومتساويين في النقاط. لسه عندنا مباريات للنادي الاهلي متبقيه، لكن هما ماتش بتاع بكره اولا لاند جرين خلاص اهل فرقتهم اللي عندهم بكره جزيره الورد، مباراه مهمه، مباراه في الدوري لازم تعدي، مفيش حاجه اسمها في فرق مستوى، لكن فرق المستوى بيبان داخل ارض الملعب. لنجوم كره اليد بنقول لهم، او انا بقول لهم بحكم لعبتي، بقول لهم كلمه مهمه: نجوم او فريق اليد قريب جدا لمكسب الدوري. جايز جميل تختلف معايا، لكن انا بقولها لكم صراحه بعد ما شفت المستويات الموجوده، فريق كره اليد قريب ان هو يكسب.
وبشد على كلمة قريب لكل لاعبتنا ونجومنا في فريق اليد، تعب وجهد وعرق داخل أرض الملعب هتلاقي الأمور تختلف تماما. بالتوفيق بإذن الله لفريق كرة اليد، اللي خلينا نشوف نتائج الفريق في الدور التمهيدي حتى الآن وجدول المسابقة والمباريات المتبقية ليه والإمكانيات اللي بتحصل فيها. خلينا نشوف. الأهلي مع الطيران بنتيجة 25-17 الأهلي بيفوز، والخسارة الوحيدة من نادي هليوبلس 23-22، والأهلي مع أحداء الأهرام 24-19، الأهلي والحوار 22-13، والأهلي والظهور 29-19، وسموحة والأهلي، الأهلي بيفوز 28-23، والأهلي والبنك الأهلي 23-18. الأهلي و6 أكتوبر 29-25، والأهلي والمعادي 29-21، الحوار والأهلي، الحوار والأهلي 27-22، والأهلي وطلائع الجيش 24-18. لغاية وقتنا هذا الأهلي بيفوز. خلينا نبص على جدول الترتيب. الزمالك في المركز الأول لعب 11، فاز في مباراة، فاز في 10، خسر مباراة، ليه 365 هدف وعليه 293 والفارق 72 برصيد 31 نقطة. النادي الأهلي المركز الثاني 11 مباراة لعبهم، فاز في 10، خسر في مباراة، ليه 286 هدف وعليه 226 هدف و60 فارق و60 هدف فارق و31 بونت للنادي الأهلي. لو بصينا على الأهداف اللي على الفريق أو الفرق كلها هنلاقي النادي الأهلي أقل فرقة داخل فيها أهداف، بمعنى إن دفاع النادي الأهلي هو أقوى دفاع لغاية وقتنا هذا داخل البطولة، وده شيء مهم في كرة اليد الحديثة، وأعتقد إضافة من المدير الفني السويدي أولا لاندجرين. المركز الثالث طلائع الجيش برصيد 29 نقطة، بيشترك معاها نادي سموحة 29 نقطة. والمركز الخامس السادس سبورتنج هليوبلس برصيد 27-27، المركز السابع نادي الجزيرة برصيد 25 نقطة، والثامن المعادي برصيد 24، والتاسع الأولمبي 22، والعاشر البنك الأهلي برصيد 21 نقطة، 11 أصحاب الجياد 19، و12 الزهور 18 بونت بيشترك مع نادي جزيرة الورد رقم 13 برضو ب 18 بونت، وفي المركز ال 14 نادي حدائق الأهرام برصيد 16 بونت، والطيران والفيوم برصيد 15 بونت، ال 15 وال 16، والمركز 17 6 اكتوبر برصيد برضو 15 بونت، ونادي الحوار برصيد 14 نقطة، وده آخر الترتيب. ومباريات الأهلي المتبقية ل 14 نوفمبر جزيرة الورد والأهلي بنادي استاد المنصورة، والأهلي والفيوم في الأهلي يوم 15 نوفمبر بعد بكرة على طول، الأسبوع اللي جاي على طول الأهلي بيلعب نادي الجزيرة يوم 21 نوفمبر، ومباراة مهمة، مباراة قوية لازم الأهلي يعمل حساب، والفريق نادي الجزيرة لأن فريق نادي الجزيرة فريق صاعد وعنده فرق كويسة أو شباب عناصر واعدة. الأهلي وأصحاب الجهاد 22 نوفمبر وسبورتنج والأهلي، ودي الأهلي هيسافر يوم 28 يلعب في اسكندريه مع نادي سبورتنج، ويرجع بعد كده عشان يقابل نادي زمالك يوم 29 نوفمبر في ختام الدوري. بكده يكون الدور الاول خلص، ويتبقى الدور الثاني. والدور الثاني في حاجه مهمه لازم نكون فاهمينها، ان نتائج الفرقه بعد الدور ده هيترتب بعد يوم 29 نوفمبر، الفرقه هتترتب من اول لل 18، وفي الاخر هياخدوا اول 8 فرق يلعبوا بيهم دوري من دور واحد الراوند الثاني، بمعنى اي نتائج لاول 8 فرق في الراوند الاولاني هيطلعوا بيهم. يعني الاهلي وهليوبلس لو دخلوا مع بعض في الثمانيه يبقى الاهلي خسر من هليوبلس اول مباراه. نفس الكلام الزمالك والجزيره، لو الجزيره دخلت في الثمانيه يبقى الزمالك والجزيره، يبقى بكده مباراه الاهلي والزمالك مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لفريق الاهلي، لانها ان شاء الله باذن الله تخش ليدنج عالي على نادي الزمالك، تقدر تروح لترتيب كويس في اخر الدوري. نتمنى له التوفيق باذن الله مع المدير الفني اولا لاند جرين، اللي فعلا طور من اداء الفرقه وبالذات طور في الناحيه الدفاعيه وحراسه المرمى، ما شاء الله عليهم، اللهم لا حسد، وبالتوفيق في المرحله الجايه. خلينا مع كره اليد ونروح لحميد. وحميد احسن حارس مرمى في العالم، حارس مرمى الفريق مواليد 2000 وكمان الفريق الاول في النادي الاهلي. حميد بيدي تصريح وبيقول ان هو سعيد جدا ان هو بيروح لمنتخب مصر، بينضم لمنتخب مصر والمنافسه قويه.
المنافسه قويه فين يا حمايد؟ في النادي الاهلي ولا في منتخب مصر؟ حاجه مشرفه جدا للنادي الاهلي ان ثلاث تجوان، اذا كان عبد الرحمن طه، اذا كان حماي عبد الرحمن حميد، اذا كان عصام الطيار، الثلاثه في النادي الاهلي منافسه، وكمان في منتخب مصر منافسه. اعتقد شرف كبير جدا لاي لعيب يلبس تيشيرت منتخب مصر. تعال نشوف حميد قال ايه في تقرير خاص عن دخوله منتخب مصر، وترجعوا لنا مره ثانيه. اكيد استدعاء المنتخب الاول حاجه اي واحد بيحلم بيها، يعني هدف اي لعيب بيلعب في المكان ده ان هو يبقى في المنتخب الاول وكده، فاكيد حاجه كويسه يعني، وكلنا بنحاول ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله. طبعا المنافسه صعبه يعني، وفي نجوم كبار يعني موجوده في المكان ده، بس مفيش حاجه مستحيله. المنافسه في النادي هنا برده قويه جدا طبعا، لان برده عصام وطه في قائم المنتخب، وفي الناشئين برضو الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، واحنا ماشيين اول في الدوري يعني. فرقه 2000 ماشيه كويس في الدوري يعني، احنا بدانا الماتش الاول كان في غيابات كتير، كنت انا مسافر المغرب مع منتخب، وكان في برضو كذا لعيب معايا، تعامل كويس يعني، والتعامل كويس مع المدرب بتاع الدرجه الاولى، وبرضو كابتن عمر شوقي وكابتن يحيى يوسف. لا المنظومه كلها ان شاء الله هنحقق حاجه حلوه السنه دي يعني. لا هو اكيد يعني هدف اي لعيب فينا ان هو يبقى محترف او يعني ياخد الخطوه دي، بس انا اخترت الاهلي السنه دي، وجالي عروض بعد كاس العالم على طول، بس كلمت برضو مع كابتن عمر وكابتن رؤوف، واستقرينا على ان انا افضل في الاهلي الفتره دي، وان شاء الله في حاجه كويسه تاني جت يعني يبقى في فرصه ان انا اسافر، بس النادي الاهلي اولى دلوقتي الفتره دي يعني. لا هو مش هينفع النوادي يعني، بس هي جالي يعني من فرنسا ومن مقدونيا، و بس فرنسا ومقدونيا، و يعني ناديين من فرنسا ونادي من مقدونيا. هو الفترة اللي جاية دي كلها إن شاء الله أهم حاجة النادي هنا يعني، وأنا اخترت أكون موجود هنا يعني. زي ما شفنا عبد الرحمن حميد في حاجات مهمة وفي خلفيات كثيرة جدا في وجود عبد الرحمن حميد داخل النادي الأهلي، لكن ده مش موضوعنا. لكن هو الولد فضل فعلا النادي الأهلي عن حاجات كثيرة. كان كلام كتير مع عبد الرحمن حميد إن هو يسافر بره مصر ويرجع تاني على نادي آخر. الولد فعلا أنا بقولها صراحة فضل النادي الأهلي، فرحان إن هو لابس تيشيرت النادي الأهلي، قال أنا عايز ألعب في النادي الأهلي، ودي حقيقة. لازم الجماهير كلها تعرف حقيقة عبد الرحمن حميد لما قال لا أنا مش عايز أي نادي تاني في مصر ولا بره مصر، أنا هقعد في النادي الأهلي، النادي الأهلي محتاجني في الفترة دي، ودي حقيقة كل الكلام اللي قاله. بنتمنى له التوفيق هو عبد الرحمن طه وكمان عصام الطيار. المنافسة شرسة داخل النادي الأهلي وكمان خارج النادي الأهلي، لأن هم حاجة مهمة، مصدر قوة داخل فريق كرة اليد في النادي الأهلي. ربنا يوفقهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية. خلينا بقى على كرة اليد ونستمر معاها، بس هنروح لسيدات كرة اليد. وفريق الأهلي بيفوز على نادي هوليليدو 37-13. الفريق كبير جدا. المباراة اتلعبت امبارح على أرض النادي الأهلي على صالة أمير عبد الله الفيصل، والكابتن ياسر صلاح أشرك كثير من النجمات عندنا أو اللاعبات، لأن عنده مباراة مهمة بإذن الله الأسبوع اللي جاي مع نادي سبورتنج، وهي هتلعب على صالة نادي على صالة أمير عبد الله الفيصل برضه، بس مباراة مهمة للنادي سبورتنج من الأندية الكبيرة في كرة اليد. وأكيد المباراة دي كابتن ياسر كان بيجرب فيها، جرب فيها لاعبات كثيرة جدا علشان يثبت على التشكيل الأساسي اللي هيقدر يلعب بيه مع نادي سبورتنج في المباراة اللي جاية. تعالوا نشوف جدول الترتيب لفريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي. ثمان فرق في المجموعة، والأهلي بيعتلي قمة الترتيب، لعب 6 مباريات فاز في الـ6، ما شاء الله عليه 194 هدف هو أعلى رصيد أهداف، وكمان أقل رصيد أهداف 81 هدف و18 بونت أصل 6 ماتشات. نادي سبورتنج المركز الثاني على طول، لعب 5 مباريات وله 193 وعليه 97 و15 نقطة، بكده فرق مباراة بين الأهلي وسبورتنج، يعني هي فرق مباراة، والمباراة اللي جاية الأهلي وسبورتنج أعتقد المباراة دي هتكون قوية جدا على صالة الأمير عبد الله الفيصل إن شاء الله بإذن الله في دوري سيدات اليد. المركز الثالث الطيران برصيد 14 نقطة، الرابع الجزيرة 12 نقطة، الخامس السادس الظهور هوليليدو برصيد 10 نقاط، والسابع تشامبيون رحاب برصيد 7 نقاط، والثامن الصنطة برصيد 6 نقاط. بكده تكون ده ترتيب الجدول قدامنا زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة، وهنسيب كرة اليد سيدات وهنروح للفولي وكابتن محمد مصلحي ونجوم الذهب
دي فريق كرة الطايرة رجال، وتجهيز كابتن عبد الحليم عبو للمرحلة اللي جاية. كابتن عبد الحليم عبو أصيب في نهاية الدوري السنة اللي فاتت وعمل عملية، أكيد كابتن عبد الحليم عبو إضافة قوية كبيرة جدا جدا داخل صفوف النادي الأهلي ونجم من نجوم النادي الأهلي. الأهلي هيلعب الماتش اللي جاي بإذن الله مع نادي الشمس في الجولة الثالثة بإذن الله في الدوري الممتاز، وهو الدوري الفاينل أو الدوري النهائي قبل ما هيتوقف بإذن الله قريبا، قبل عشان المنتخب مصر يستعد لبطولة أفريقيا أو التصفيات الأولمبية المؤهلة لطوكيو. المباراة إن شاء الله هتكون يوم السبت اللي جاي الساعة 6 على صالة الأمير، يوم الجمعة عفوا على صالة الأمير عبد الله فيصل الساعة 6 بس بدون جمهور. نتمنى كلمة بدون جمهور دي تتشال، الجمهور لازم يخش، الفرقة لازم تاخد حقها. فريق النادي الأهلي الجمهور بتاعه جمهور كبير جدا جدا جدا، وناس عايزة تشجع من أجل التشجيع. نتمنى أن كل الاتحادات المصرية أن هي تبتدي تفعل دخول الجماهير مرة تانية، وقلت قبل كده وأقول تاني وأقول تالت، لازم تبتدي ندخل 50% في 60% في 70%، ونقول للجمهور كمان لازم في لائحة جزاءات هتطبق على النادي اللي مش هيقدر جماهيره تلتزم، فلازم الجماهير تلتزم بالمطلوب منها، تشجع فريقها من اول ماتش لاخر ماتش، وفي نفس الوقت الاتحادات تساعد شويه، تتحرك، تعمل مؤتمر، تتكلم، تعمل حاجه، بس طول ما احنا قاعدين ما بنعملش حاجه يبقى الجمهور هيفضل قاعد بره الصالات ومش هيقدر يشجع فرقه، وبالذات ان فرق النادي الاهلي جمهور رقم واحد عندها. هنشوف نتائج فريق الكره الطايره في المجموعه لغايه وقتنا هذا. فريق الكره الطايره لعب مباراتين، فاز على طنطا 3-0 وفاز على نادي الطيران 3-0. جدول الترتيب، الاهلي في قمه المجموعه لعب مباراتين لست نقاط، الزمالك المركز الثاني برضه لعب مباراتين ليه 6 نقاط، الثالث طلائع الجيش برصيد 6، الرابع الاتحاد السكندري برصيد 6، والخامس نادي سموحه برصيد 5، السابع هليوبلس 3 نقاط، والثامن القناه برصيد نقطه واحده، واربع فرق في الاخر خالص، الطيران لا رصيد من النقاط، والشمس نفس الكلام، سبورتنج ال11 وطنطا ال12. بكده ده ترتيب الجدول. الاهلي ان شاء الله يحافظوا على اللقب، لان نجوم الذهب او نجوم الكره الطايره دايما معودينا على البطوله المفضله وهي الدوري الممتاز. خلينا مع كرة الطايرة، بس كرة الطايرة سيدات، وانضمام 9 نجمات من نجوم النادي الأهلي لمنتخب مصر لاستعداد للبطولة الأفريقية أو التصفيات الأولمبية المؤهلة لطوكيو. التصفيات دي هتقام في يناير في الكاميرون. اختاروا 9 لاعبات ماركو المدير الفني البرازيلي اختار 9 لاعبات من النادي الأهلي، قوام المنتخب كله من النادي الأهلي، لأن عارفين نجمات النادي الأهلي هم نجوم كبار جدا، هم فعلا أساس أو عماد أو أعمدة منتخب مصر لكرة الطايرة سيدات وفي كل المنتخبات المصرية. اللاعبات هم دعاء الغباشي، شروف فؤاد، دانا شوي، سهيلة وفيق وفريدة العسقلاني، مريم متولي، سارة أمين، مايا ممدوح ومريم مصطفى. الدوري توقف الأسبوع اللي فات الجمعة والأهلي بيحتل صدارة الترتيب، لكن كابتن آية الشامي أكيد لو هي سليمة، كابتن آية شامي مصابة برضه من منتخب مصر، أكيد لو هي سليمة كانت انضمت وكانت الإضافة رقم 10 ونجمة رقم 10، لكن أكيد بنفتقدها في النادي الأهلي وبنفتقدها في منتخب مصر. نتمنى من نجمتنا إن شاء الله الوصول للأولمبياد، أنا عارف إن هي بطولة صعبة جدا داخل الكاميرون، لكن بناتنا إن شاء الله يقفوا قدام أي حد ويكسبوا ويوصلوا لطوكيو 2020. خلينا نروح لنتائج الفريق في الجولات اللي فاتت، هنشوف وجدول الترتيب. نتائج الفرقه في قبل الدوري ما يقف، الاهلي لعب مع نادي سبورتنج 3-0، الطيران والاهلي 3-0، والاهلي والشمس 3-0، وسموحه والاهلي 3-0، والاهلي بيفوز على الجزيره برضو النتيجه واحده، يفوز على الجزيره ثم الصيد ثم اصحاب الجياد ثم هليوبلس مره ثم الزهور. بكده الاهلي يفوز جميع مبارياته بنتيجه واحده وهي نتيجه 3-0 ما شاء الله على بنات او نجمات الذهب. بالترتيب الاهلي لعب 9 مباريات ليه 27 شوط ومجموع 27 نقطة، وسبورتنج المركز الثاني برصيد 24 نقطة، الزمالك الثالث برصيد 22 نقطة، ونادي الصيد الرابع برصيد 21 نقطة، الشمس الخامس برصيد 17 و6 هليوبلس برصيد 15 نقطة، السابع نادي الطيران برصيد 10 والثامن أصحاب الجياد برصيد 7 نقاط، التاسع الجزيرة 6،
ست نقاط، العاشر نادي الطيران برصيد ست نقاط، و11 الزهور برصيد خمس نقاط، واخر الجدول نادي المقاولين العرب رقم 12 برصيد نقطتين. بكده يكون ترتيب دوري سيدات الطايره قبل ما الدوري يقف. الاهلي بيعتلي صداره المجموعه، وبرده نجمات الذهب ان شاء الله يحافظوا على البطوله المفضله وهي دوري كره الطايره سيدات. هنروح ل زي ما بنقول احنا بنكسب وي وي وي، لازم نتكلم كلام ساعه ما بنخسر. فريق 17 سنه كره طايره خسر بطوله منطقه القاهره، كابتن جابر عبد السلام فرقته خسرت بطوله منطقه القاهره. اعتقد ان بطوله منطقه القاهره دي بطوله من البطولات السهله ان النادي الاهلي بيستعد من خلالها الى الدوري او البطولات الكبيره زي بطولات الجمهوريه او بطولات الكاس. لما فرقه عندنا وهي 17 سنه تخسر بطوله منطقه القاهره يبقى في مشكله. هو كابتن جابر اكيد هنسمع هو قال ايه بعد الخساره، بس انا بقول للاعيبتنا، لعيب النادي الاهلي مكسب مكسب مكسب، هو لازم يكون عنده ده التارجت بتاعه ده. المره دي هنعدي وهنقول لا ما كانش فيه توفيق، لكن المره اللي جايه مش هينفع، لازم فرقنا ولاعيبتنا يكونوا واخدين بالهم التيشيرت اللي بيعاوا بيه وهو النادي الاهلي. تعال نروح لكابتن جابر عبد السلام نشوف قال ايه بعد خسارة بطولة منطقة القاهرة تحت 17 سنة، وترجعوا لنا مرة تانية. بطولة المنطقة السنة دي كنا غير موفقين، قدر الله وما شاء فعل. طبعا أنا عندي إصابات كتيرة قوي من بداية دوري المنطقة، عندي 4 اصابات طبعا اثرت كتير قوي بالسلب على الفريق عندي، لكن الرجاله وروح النادي الاهلي كانت موجوده، واللعيبه لما خسروا بشرف. يعني خسرنا مباراتين 3-2 والاثنين خاسرينهم الحمد لله بشرف، لكن ان شاء الله بنوعد الناس والاولاد عندهم اصرار وانا عندي ان شاء الله اصرار على بطوله الجمهوريه. بطوله الجمهوريه طبعا البطوله الاكبر والاقوى، بطولة المنطقة يعني تعتبر من لأن عدد الفرق فيها قليل فتعتبر الأقل أهمية. فالمهم عندنا إن شاء الله بطولة الجمهورية نكون استعدينا واستردينا كل اللعيبة إن شاء الله اللي اتصابت، وإن شاء الله نعوضها إن شاء الله ربنا يكرم. يوسف لعيب سنتر بلوك عندي، جاله كسر، وعندي زياد أسامة جاله مزق في البطن قعد فيه أكتر من 25 يوم، وعندي ناصر محمد ناصر إصابة في العضلة الضامة، ودي طبعا برضو قعدته أكتر من 10 أو 12 يوم في الملعب. وعندي حسين محمد برضو عنده إصابة في العضلة الخلفية، وتوالت الإصابات بعدد كبير قوي ما أعرفش. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان شاء الله راجعين ان شاء الله على خلال الاسبوع ده، وان شاء الله يفك الجبس النني اللي هو يوسف، ان شاء الله يفك الجبس ويرجع لينا. والاصابات ان شاء الله الدكتور بلغني ان شاء الله هيرجعوا في خلال الاسبوع ده ان شاء الله. الكلام اتقال واللعيبه ادت برجوله في المباريات اللي فاتت. طبعا الفرق الثانيه اكثر استعدادا او اكثر اكتمالا مننا، مش استعدادا، اكثر اكتمالا مننا، ولعبنا مبارياتنا كلها للاسف الشديد كانت على ملاعب خارجيه، واحنا مش متعودين على الملاعب الخارجيه كتير يعني، وده طبعا مش حجه ولا حاجه، انما احنا المفروض لازم نتمرن على ملاعب خارجيه، او على الاقل النهائيات من بطوله المنطقه وبطوله الجمهوريه تتلعب داخل صالات الكره الطايره. دلوقتي بقت لعبه الصالات ما ينفعش فيها الملاعب الخارجيه، ليها تاثير، الهواء ليه تاثير، الملاعب ليها تاثير في الاداء، وبيخلي المستوى يقل، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرم ان شاء الله. كابتن جابر اكيد هنضم صوتي لصوتك واقول ان احنا لازم ان لاعيبتنا تلعب في صالات مقفوله. فعلا اتحاد الطايره او منطقه القاهره او اي حد، الموضوع ما عادش فيه ملاعب مفتوحه. الولاد لازم يطلعوا وهم صغيرين يلعبوا في ملاعب مقفوله عشان يتعودوا، يبقى عندهم خبرات ضرب الكوره، لان فعلا الهواء بيبقى عليه عامل، الملعب الحمراء عليه عامل، في عوامل كتيره جدا مؤثره. لكن في الاخر برضه عجبني كابتن جابر لما قال انا مش بحلل الخساره او ببرر الخساره. دي حقيقه.
بس ولادنا ان شاء الله باذن الله يكونوا الدرس اتعلموه كويس، حتى لو عندنا اصابات فعندنا نجوم تانيين يقدروا يكسبوا بطولات للنادي الاهلي تحت 17 سنه. هنسيب كره الطايره وهنروح لكره السله وايه الفقي وجنر الفي واشتراكهم في معايشه في اكاديميه ام بي اي في 5 ايام في دكار، هيطلعوا كباتن للان بي اي عشان يستمروا هناك ويتعايشوا هناك ويتعلموا حاجات جديده. كمان معاهم لعيبه نادي الصيد لجاي النسامي. فتره المعايشه دي جت بعد المستوى المميز اللي قدموه بناتنا في 16 سنه تحت منتخب 16 سنه ونتأهل لبطوله العالم في 2020، واكيد كانوا معانا قريب جدا ايه الفي وجانا الالفي واتكلمنا عليهم. كل امنياتنا الطيبه ليهم بالتوفيق، واتمنى ان كل البنات بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب يبتدي يطلعوا الى الافاق الخارجيه، لانها حاجه مهمه جدا في خبراتهم وهم صغيرين عشان يطلعوا عندهم خبرات كبيره جدا نستفيد في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. اخر خبر معانا النهارده، نادي الاهلي في كره السله ورجال كره السله بيستعدوا لمباراه طلائع الجيش في دوري المرتبط. المباراه ان شاء الله دي المباراه اللي جايه باذن الله، الماتش هيتلعب يوم السبت جاي على صاله الشرقيه للدخان وهيسبقوا ماتش المرتبط تحت 18 سنه المباراه بدون جمهور. ده اللي جاي من اتحاد الباسكت، والاهلي بيغيب عنه اكيد. عندنا ايقافات بسبب مباراه الاهلي والزمالك، كابتن احمد اسماعيل وكابتن ابراهيم الجمال الايقاف اللي اتحاد السله طلعه، اكيد احنا تاني مش هنكرر وهنتكلم على الايقافات، لكن الموضوع خلص وهنلعب من غيرهم. وعندنا كمان ايمن شوكت مصاب او عفوا لظروف التجنيد، وعبد الفضيل ابراهيم لسه بيتجهز بعد اصابته بشرخ في الوجه وعمود الجرحي، ان شاء الله هيجرب يوم الجمعه باذن الله. نتمناهم التوفيق لان مباراه دوري المرتبط الحفاظ على لقب البطوله، لان احنا ابطال البطوله في السنه الماضيه. هنخرج لفاصل عشان نستقبل نجمه من نجوم النادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد السله كابتن رحاب الغنام. أسطورة أهلاوية نشأت وترعرعت داخل جدران القلعة الحمراء، تربت على عشق الفانلة الحمراء منذ نعومة أظفارها، لتفتح عينيها داخل أسرة رياضية من الطراز الرفيع. هي أحد أفراد عائلة الغنام، فهي ابنة طه الغنام نجم الأهلي في العصر الذهبي، وشقيق الطارق الغنام أحد أساطير اللعبة والمعتزل حديثا رحاب الغنام. هي زوجة حمد الصافي لاعب الأهلي السابق في الكرة الطائرة والمدير الفني الحالي لفريق السيدات. ولدت رحاب الغنام في الأول من يناير عام 1977، التحقت بفريق سلة الأهلي وهي في 7 من عمرها، تدرجت مع فرق الناشئين، وبعد أن ذاع صيتها داخل قطاع الناشئين قرر الكابتن علي عبد المجيد المدير الفني للفريق الأول سيدات تصعيدها للفريق لتبدأ رحلة التوهج مع السلة الأهلاوية. حفرت اسمها بأحرف من الذهب بعدما حققت عدة بطولات خلال مسيرتها مع القلعة الحمراء التي استمرت لمدة 25 عام، منها 7 بطولات للدوري متتالية للمرة الأولى في التاريخ، ومثلها بطولات منطقة القاهرة، بالإضافة إلى 5 بطولات لكأس مصر البطولة العربية. زاملت جيلا ذهبيا لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. انضمت للمنتخب الوطني لأول مرة عام 1989 تحت قيادة الكابتن ممدوح فكري. نجحت في التتويج بدورة الألعاب العربية عام 94 والتي أقيمت في تونس، قبل أن تحافظ على اللقب ذاته في نسخة 95 بمصر، وكذلك حصدت المركز الثالث بالبطولة الإفريقية. تزوجت أسطورة الكرة الطائرة حمد الصافي عام 99 قبل أن تقرر الاعتزال عام 2007، ورفضت التوجه للتدريب وتفرغت لحياتها الأسرية. هي أم لثلاثة أبناء وهم يوسف، حمزة، ونور. تولت منصب عضو منطقة القاهرة لكرة السلة منذ عام 2012،
ثم تراجعت لانتخابات الاتحاد التي أقيمت في العام قبل الماضي ضمن قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة، وأصبحت عضواً بالاتحاد المصري. رحاب الغنام أسطورة أهلاوية في عالم كرة السلة النسائية المصرية. أكيد لما بيكون معايا نجم في الملاعب بتبقى الأمور صعبة قوي في تعريفه، لأن لو قعدت أعرفه من هنا لغاية ما خلص بيكون تاريخ كبير. هي نجمة كبيرة في النادي الأهلي، لعيبة وكابتن النادي وبطولات وإنجازات وتاريخ عيلة وتاريخ أسرة، حاجات كتيرة. والنهاردة ما شاء الله عليها تلتحق للعمل الإداري اللي كلنا بنفرح بيها وبنتشرف كمان وبنفتخر إن يكون معانا كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. كابتن رحاب منورانا ومشرفانا. بنورك يا كابتن خالد، ومرسي على المقدمة الحلوة دي. ويعني سعيدة أن أنا في قناة النادي الأهلي. صدقيني أنا سعيد جدا لما بيشوف كباتن كبار بيسيبوا المجال الفني وبتدوا تاخد المجال الإداري، بيكون الموضوع قليل قوي. إشمعنى اخترتي المجال الإداري يا كابتن رحاب؟ في الأول أنا ما كنتش أصلاً يعني بعد لما يعني أنا كان عندي أهداف تانية خالص. يعني أنا لما كنت في الجامعة كنت داخلة الجامعة مش بمجموعي، داخلة أنا اللي كنت عايزة أدخل الجامعة، وكان ليا تفكير معين حبقيه، وكنت عاملة لنفسي كارير. هي جيت اتجوزت يعني وخلفت على طول، فكل حاجة تقريبا يعني ايه باظت. فضلت بقى في القصة دي مقتنعة أن لازم كنت البيت عندي مهم والولاد، ففضلت بقى فترة طويلة. وبعدين بقى اتجهت اشتغلت شوية إعلامية، يعني بس مش إعلامية صغيرة، يعني حاجة كده كنا بقدم برامج كده شوية بس. وبعد كده بقى اتجهت اختاروني عضو في مجلس إدارة منطقة القاهرة، ودي كانت البداية بقى تقريبا، لأن أنا ما حبيتش خالص موضوع التدريب خالص، ضغط يعني عصبي خالص. يعني عمري في حياتي ما تخيلت نفسي أو أن أنا عايزة أبقى مرن أو كده، لكن في الإدارة أنا شفت نفسي في الإدارة الحقيقة. دي حقيقة. وبدأت بقى بداية في منطقة القاهرة 5 سنين. عايزين نسأل كده، من ساعة منطقة القاهرة وبدأتي داخل منطقة القاهرة إلى أن وصلتي بقى كمان بتحترفي عضوة مجلس إدارة وبتحترف المهنة، لكن خلينا بدايتك إزاي في عضو مجلس إدارة بمنطقة القاهرة؟ منطقة القاهرة الحقيقة كانت البداية، اتعلمت فيها قبل ما أطلع للاتحاد. دي كانت فرصة ليا كبيرة، يعني ما طلعتش عضو مجلس إدارة الاتحاد وابتديت أتعلم في الاتحاد. لا، دخلت 5 سنين في منطقة القاهرة، الحقيقة اتعلمت كتير جدا جدا جدا. مسكت كان لجان اللي هي 3 على 3 والميني باسكت. كان معايا برضو ناس يعني زملاء في اللجنة، كابتن شريف سليمان. الحقيقة مسكنا اللجنة دي 5 سنين، كانت ليها أثر بقى لما طلعت الاتحاد، فطورنا على مستوى مصر كلها. يعني احنا كنا بدأنا حسب بالذات في 3 على 3، كنا شغالين في نطاق منطقة القاهرة بس. بعد كده بقى طلعنا على مستوى الاتحاد ومصر كلها، فالحقيقة دي فرقت جامد جدا معايا في حتة 3 على 3 بالذات. خبرات كابتن رحاب الغنام في الإدارة خلتها تروح باتحاد الباسكت في حتة تانية بصراحة شديدة، لأن هي مسؤولة مسؤولية كاملة زي اللي أنا عارفه ده، أعتقد ده موثق في اتحاد الباسكت، مسؤولة عن 3 على 3، لعبة أنا شفت في حياتي كتير وشفتهم هما بيلعبوها، بس ما كنتش متخيل إن فيها بطولات وفيها بطولات عالم، فالموضوع شرحه كبير. خلينا نبدأ يا كابتن رحاب معاكي، 3 على 3 وبدأتيها في منطقة القاهرة، هي ليه ده زمان ما كانش موجود؟ اشمعنى دلوقتي او طلعت او الفكره او اشتغلنا فيها ازاي؟ هي 3 على 3 موجوده من زمان جدا. كويس. وكان حلم الاتحاد الدولي يوصلها لعبه اولمبيه، وده حصل. يعني حصل اول 2020 ان شاء الله هتبقى وصلت 3 على 3 لعبه اولمبيه في طوكيو ان شاء الله، في 3 على 3 هي. فدي طبعا ده كان حلم. كويس. ما اهتمناش بيها في مصر غير يعني من سنتين. مع يعني لما جينا ابتدى الاتحاد يهتم بيها، ابتدى ان هو يحطها على الخريطه بتاعته. زي ما قلت لحضرتك في المنطقه اشتغلنا فيها كتير، فهمناها يعني ايه 3 على 3 بتتطلب ايه. عملنا فيها بطولات، كان بدايه كان في نادي الزهور كانت اول بطوله، وبعدين عملنا 2 في الجامعه الامريكيه، ابتدينا يبقى في حركه 3 على 3 فيها مقاومه
كبيرة من الأندية من المدربين، لاعتبار ان دي يعني ايه حاجة ممكن مش حاجة مش ذات أهمية في الأول. اللعيبة ممكن يبقى عندنا بطولة مثلا، النادي ممكن يرفض ان هو يودي لعيبته على أساس ان انتوا هتروحوا تتصابوا هناك واحنا عندنا دوري ومنطقة وكاس وجمهورية وكده. لغاية لما ابتدينا نحفرها واحدة واحدة على مستوى مصر بقى، وابتدينا لما رحت الاتحاد الحقيقة الناس كانوا يعني متفاهمين، مؤمنين بالفكرة، مؤمنين بالفكرة، وكنا حاطين لهم كنا حاطينها خطة يعني. معايا لجنة برضو محترمة جدا جدا، وعندنا لجنة حكام، ابتدينا نحط خطة هنعمل ايه، ابتدينا عايزين ننشر 3x3 ازاي، ابتدينا نعمل 3x3 في المحافظات. يعني احنا كاتحاد طلع بقى طلع للصعيد، طلع للمنصورة، طلع للشرقية. ما تاخدنيش بسرعة في كلامك، ننشر اللعبة في المحافظات، هي موجودة، هي لسه عملتي سبورت كويس جدا في منطقه القاهره. واعتقد كمان كان النجوم الكبار القدام اعتقد عملتوا بطولات شويه مجمعه بالظبط طبعا. يعني لميتي الدنيا كلها، حسيت ان فجاه كده الباسكت طلع 3x3، كله على السوشيال ميديا بيتكلم على 3x3. يعني فعلا كان ليه جو كويس قوي. وليه بدات تنشري ازاي القاهره اوكي، لكن بدات تخرجي ازاي للصعيد؟ عملتوا ايه الخطوات اللي عملتوها؟ الصعيد رحنا في بطوله في قنا، يعني عملنا كويس. بطوله 3x3 في قنا، في قنا شارك فيها ناس كتير جدا، لان 3x3 برضو يعني غير الانديه اللي في منطقه القاهره، انت محتاج برضو الناس برضو اللي بره، زي ما بدات في القاهره بس هتبدا في الاتحاد على مستوى كبير. فهي برضو كانت البدايه هنا في على مستوى مصر، تطلع بقى تعمل هنا تنشرها الاول، تروح الصعيد، تروح قنا، تروح المنصوره، تطلع على الشرقيه. ابتدينا برضو في بروجرام كده اسمه الاي ليرنينج، لازم كان الاتحاد المصري لازم مجموعه كانت تاخده، ده بروجرام على الانترنت من الاتحاد الدولي، لازم مجموعه، ده برضو بيزيد معلوماتنا، ولازم حاجه اسمها تبقى مصر عندها شهاده الاي ليرنينج، لازم شكلها مش هنخلص كلام النهارده. الاي ليرنينج ده نفهمه ليرنينج ده بس مش عايز شهاده لازم ناخدها ليه؟ عشان تبقى مصر معتمده واخداه، لازم كمدرب ولا كاتحاد؟ لا كاتحاد، كاتحاد ما شاء الله، لانها لازم تشارك في اي بطوله دوليه، لازم عن طريق لازم تاخد من ضمن الحاجات وتبقى مصنف وليها كده شويه حاجات. هي اساسا بتعتمد على النقط، 3x3 بتعتمد على النقط. بس بعد بقى لما ابتدينا ننشرها ابتدينا نعمل حاجه تانية، مش يعني خطوه تانية، هي انت ازاي هتتاهل، ازاي تروح، يعني ازاي تروح كاس عالم، وازاي تبقى كاس العالم و 3x3 بتبقى طبعا هي لعبه، عشان ابسطها للناس زي كده بنقول الفولي بيتش وفولي صالات، زي ما نقول كره خماسيه وكره عاديه، تمام. في 3x3 وفي 5x5، ابعاد ملعب مختلفه، ثلاث لعيبه واحد احتياطي، من غير مدرب في الملعب، من غير مدرب 3x3 من غير مدرب. لا ثواني بس، عشان يعني انا كلاعب اتخانقت مع واحد صاحبي في الملعب، ما حدش هيحوش لا لكن يعني اكيد يعني تدريبهم اكيد ليهم تدريبات طبعا معينة. لا التدريب مش في الملعب، في الملعب بس، يعني مفيش كاتشانه في الملعب، مفيش، لا استمتاع، لا مش استمتاع، اللعيب هو يتخذ القرار واللعيب في الملعب هم يبدلوا بعض، يريحوا بعض، يبقى يوجهوا بعض، يتخذوا القرار في الملعب، لكن مفيش مدرب. المدرب يقتصر دوره يختار لعيبته، بيمرن طبعا معسكراته كل حاجه طبعا، بعد الماتش هو مدته 10 دقائق او الوصول للنقطه ال 21 مدته 10 دقائق الماتش 10 دقائق او الوصول للنقطه ال 21 هو 10 دقائق شوط واحد ولا 10 دقائق على طول 10 دقائق مستمرين يعني طب وزي الباسكت برضو يا كابتن احمد، بس فيها قوانين مختلفه، يعني زي الباسكت برضو لما الكره تطلع بره التايم برضو يقف ويبتدي يكمل هي طبعا دي حاجه هي. بس لا بس لا لا قوانين برضو لا مختلفه، عايز في حاجات طبعا مش يعني مثلا الوقت، اللعيبه في الملعب، عدم وجود مدرب، ابعاد الملعب مختلفه، انت بتلعب على اقل من النص ملعب بشويه، في حاجات يعني مثلا بعد الفاول المعين السابع بتشوت، بعد الفاول الكذا بتشوت وتستحوذ، يعني في حاجات مش زي 5x5، لعبه مختلفه، لعبه بتحتاج مهارات اكتر من الـ5x5 بكتير. وهدفنا يعني انا ان شاء الله يعني الـ 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 الخطه الموضوعه ان انت تفصل لعيبه 5x5 عن 3x3، وده بدايه عملنا له دوري، يعني احنا عملنا السنه دي دوري 3x3، يعني اول سنه
يبقى في دوري 3 على 3 للانديه. ايوه ايوه. طب سؤال، أيوة. ربطتي 3 على 3 مع الانديه اللي هي بتلعب في دوري محترفين او دوري سيدات او رجال، ربطتي الكلام ده ولا ده لوحدي وده لوحدي خالص؟ بمعنى ان لازم تكوني بقى بتدعي دوري محترفين زي الهاندبول، يبقى ليكي فرقه 3 على 3 عشان تقوي الدوري. لسه بقى الحاجه الخطوه دي احنا دي كانت تجربه، ما ارغمناش الانديه او ما يعني اللي عايز يشترك يشترك، كنوع من التجربه الاولى ونشوف هنعمل ايه. الحقيقه تجربه الدوره دي نقله فعلا جامده جدا في 3 على 3 بالنسبه لمصر. هو انت نقلتي مصر نقله ثانيه في الباسكت، خلينا نتكلم بصراحه. مصر يعني في الباسكت يا حياب يا كابتن حياب، يعني معلش اعذريني طبعا. لا لا ازاي يا كابتن حياب، مصر في الباسكت مش متواجد على الساحه الافريقيه. 3 على 3 خليتينا موجودين على الساحه الافريقيه والعالميه. البلان اللي كنت عاملاها من اول احنا برضو دي. عايزين برضو ايه بلاش خليتينا دي، يعني انا بحب دايما مجلس الاداره مجلس الاتحاد الباسكت ولجنه المنتخبات مسؤوله كابتن عمرو، معلش بس في لجنه منتخبات برضو كابتن عمرو مصلحي ده مشرف لجنه منتخبات، في عندنا مجلس اداره محترم جدا، في عندنا رئيس مجلس اداره مشجع. ده خلي بالك ان انت برضو لو انت لوحدك وعندك حاجات كتير عايز تعملها وعندك مجلس اداره مش متفهم وما بيقبلش رايي، وعندك مثلا رئيس مش هيوافق على الخطه او بيحط عراقيل، انت مش هتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه. فخلي بالك يعني البلان بتاعتك او الخطط بتاعتك بيقابلها مناقشه، بيقابلها ناس متفهمه، ناس عقليات كويسه. فانا بحب دايما اشيد بده مجلس اداره الاتحاد المصري كره السله. كابتن رحاب الغنام هي دي بنت النادي الاهلي، الكلام اللي بتقوله ده اتعلمته جوه النادي، ان هي بتشتغل تيم وورك فبتشكر كل الناس، ودي حاجه يعني تحسب لها جدا جدا، واكيد دي حاجه تحسب لك. دي حقيقه. لا دي حقيقه والله. على فكره انا جميلة. شخصيه ما بعرفش اجامل والشخصيه بقول اللي في قلبي، او اللي يعرف اللي يقرب مني عارف كده كويس قوي. فانا طبعا يعني هم يعني ده عمل الاتحاد المصري وانا بفخر ان انا واحده منهم ومن ضمن المنظومه الجميله دي، لان هم كلهم يعني ناس، يعني انا اقل واحده فيهم، هم لا. ناس افاضل والله، ناس افاضل. لا طول عمرك فالحقيقه الاتحاد حط خطه للاهتمام 3 على 3 ومنها الدوري. كويس. الدوري ده نقلنا يعني هو بالظبط، احنا لما بعد مرحله الانتشار هتبتدي انت برضو مستمر في مرحله الانتشار، لان انت في محافظات كتير انت ما وصلتلهاش لسه. فانت في المرحله دي بس برضو مهتم بالمنتخبات ومهتم بالتصنيف ومهتم برضو للناس اللي هتروح كاس عالم. لما عملنا الدوري الحقيقه فرق معانا جدا في التاهل لكاس العالم، يعني احنا بسبب الدوري ده تاهلنا 2 كاس عالم تحت 18 سنه بنات وتحت 23 سنه بنات. كويس. الدوري عباره عن الفرق، طبعا عملنا ماتشات كتير. لقينا بعد ما خلصنا الدوري وخدنا النقط بتاعته، طبعا هو برضو نسيت اوضح نقطه، ان النقط مصر تصنيف مصر بيعتمد على النقط بتاعه كل 100 لاعب في المرحله السنيه المعينه، يعني مثلا بمعنى تحت 18 سنه اولاد مثلا في 100 اول 100 لاعب ولاعبه، كل لاعب منهم عنده نقط. النقط دي بتفرق في تصنيف منتخب مصر على المستوى العالمي. فعشان كده احنا بيهمنا ايه؟ ان الناس دي الرانكينج بتاعها يعلى او تاخد بوينتس عشان مصر كلها تعلى. فهو اذا رانكينج مصر بيعتمد على لعيبه مصر. نرجع تاني مره للوصول. فلما عملنا الدوري فتاهلنا، لقينا نفسنا دخلنا في العشرين الاوائل المؤهلين تحت 18 بنات وتحت 23 سنه بنات. كويس. الكلام ده كان اخر 9 شهر 9 اللي فات، 9 اللي فات ده شهرين. كويس. بعد شهر 9 لقينا كل شويه بنخش نشوف، احنا لازم عشان احنا 1/11 هو الاتحاد الدولي بيديلك سنه. كويس. كل الفرق وكل البلاد بتعمل البطولات بتاعتها وبتشارك في كل حاجه وتاخد البوينتس بتاعتها. 1 نوفمبر اسمه الكات اوف ديت، او يعني انتهاء احتساب خلاص. 1 نوفمبر بالليل الساعه 31 اكتوبر بالليل يقفل خلاص. ويشوف بقى اعلى نقط ويبتدي يأهل، و2 نوفمبر يفتح تاني ويمد لك سنه وهكذا. طيب فمن اخر 9 واحنا عمالين كل شويه نخش نشوف ايه احنا عاملين ايه فين؟ احنا فين نزلنا ولا طلعنا ولا كده. فاحنا احنا طلعنا بس جينا في دول عملت، فابتدينا نرجع تاني نطلع بره ال20 يعني نبتدي كنا في 16 17 18 نزل بتطلعوا من 20. فالحقيقه كان في خطه وتقدمت الدكتور مجدي. دكتور مجدي يعني لو سمحت احنا بص احنا يعني لو فضلنا كده لغايه اول 11 هنطلع بره ومجهود الدوري كله هيروح. كويس. فاحنا عايزين نعمل بطوله اسمها بطوله ال100،
بطوله ال100 دي هناخد ال100 لاعب ولاعيبه في كل مرحله وهنعمل بيهم دوري، فطبعا هنعمل بيهم بطوله تانية شورت تمام بس عشان نعلي تاني الرانكينج ونطلع نخش تاني. وهتبقى ايه فجايه بقى كانت في 25 في اخر 10 بعديها بكام يوم الرانكينج هيقفل. بس وبالفعل هو وافق ومجلس الاداره طبعا مشكورا يعني ما كانش عنده اي مشاكل ويلا اعمله بسرعه وبعتنا للانديه ونجيب اللعيبه دي بالذات من الاهلي كذا من الشمس كذا من الجزيره كذا وهكذا كويس واتجمعوا وعملنا فدخلنا خلاص بقى كانت نهايه قبل النهايه على طول وصلنا بقى فوصلنا تحت 18 بنات وتحت 23 بنات كويس. والولاد دي كانت حاجه الولاد كنا قريبين جدا بس هي عايزه بقى يعني زقه كانت عايزه زقه معينه كده شويه فان شاء الله تبقى المره الجايه يا رب بس كويس. ليه احساسي بتكلم على منتخبات مصر بصفه عامه انت نجمه كبيره وعضو مجلس اداره ليه السيدات متفوقين في الوقت ده سافروا افريقيا في شغل كويس مستوى قريب مستوى الرجال بعيد مع اننا عندنا نجوم كبار؟ لا والله انا مش شايفه كده يعني. بص هو يعني في دايما بتبقى مراحل كده في الوقت يعني احنا لعيبه وعارفين تبقى في مراحل في اجيال كده بتيجي يعني انت بتعمل مثلا فتره اعداد عادي وهم المدربين بيجي فتره بتلاقي اللعيب مش يعني اجيال بس الجيل الحالي يا كابتن بصراحه انا شايف ان هو فيه نجوم كبار. طبعا اعتزال اسطوره كابتن طارق الغرنام ده حبيبي ويعني اعتزاله اكيد عمل علامه او عمل قصور او عمل يعني حاجه معينه في الباسكت، لكن فعلا انا شايف ان في نجوم في الانديه كتيره نقدر نطلع بيهم. بحس ان هم بيدوا الانديه اكتر بيدوا منتخب مصر بصراحه، انا بتكلم كلاعب. لا هو لا الكلام ده يعني فعلا احنا يعني بص انا مش عايزه يعني اخوض في هذه لا بالعكس يعني بس لا يعني انا شايفه ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها اعداد كويس للمنتخب، هيبقى فيها يعني منتخب مصر هيتشكل بطريقه كويسه. كابتن مرعي الفتره اللي جايه هيبقى ان شاء الله يعني كابتن احمد مرعي يعني ان شاء الله باذن الله تمام. فيعني ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن الفتره الجايه. في مثلا كان في احنا عندنا كان في اصابات يعني اخر بطوله كان في اصابات كتير في لعيبه منتخب مصر، ده اثر على وجود طبعا منتخب مصر في البطولات اللي احنا دخلناها. بس ان شاء الله ده يعني هيتلافى باذن الله الفتره الجايه. وطبعا جيل البنات انا بشيد بيه عندنا محترفات وعندنا في الباسكت في امريكا بيلعبوا في جامعات، الموضوع مختلف في البنات، الرياضه النسائيه تطورت بصفه عامه، يعني لو تلاحظي كده لو جبنا الوقت ده هنلاقي سباحه كابتن مين ناجي قول لي. بصي عندنا هدايا ملاك في تايكوندو، عندنا سباحه فريده عثمان، عندنا في البنات النهارده في الباسكت وهاني مورو في السباحه، عندنا البنات بيروح في حته ثانيه. ليه الرياضة النسائية في مصر متطورة شوية أكتر من الولاد بصفة عامة بصراحة؟ البنت نفسها فكرها اتغير، فكرة الأهل نفسهم دلوقتي البنات يعني احنا لما كنا بنروح الصعيد بنلاقي البنت نفسها ما بقاش في حتة الخجل أو المحافظة البنت ما تلعبش رياضة. الحاجات دي فرقت كتير جدا يعني فرقت كتير جدا في إن البنت تبتدي تشوف تلعب رياضة، تبتدي تسافر برة، تبتدي موضوع الحجاب اتحلف مشاكل كتير جدا على مستوى بيلعبوا خلاص بيلعبوا فبقت البنت المصرية هي كمان عايزة دايما في حب إثبات الذات فدي حاجة كويسة. يعني أنا كمان بشيد في البنات بتوع 3 على 3 يعني انت متخيل ان 3 على 3 المفروض بيلعب فيها 4 لعيبة 3 في الملعب 1 احتياطي. كنت 3 كانوا 3 بس حتى هناك في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعني مش مصدق ان 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 دي روح بنات مصر وقال ازاي في 3 يلعبوا طول الوقت بطوله. انت هسألك يعني سؤال مهم، لو الثلاثه لعبوا بصي ربنا يحفظهم من الاصابات بس لو كانت في واحده فيهم حصلت كان هيبقى مشكله لان 3 على 3 زيها زي 5 على 5 انت ممكن حد يتصاب تكمل بس تبدا الماتش 3 تبداوا 3 على 3 لازم يكونوا 3 جوه الملعب تتصاب تكمل الماتش 2 لكن ما ينفعش تبدا ماتش ناقص طبعا هتبقى مشكله. طب هرجعك برده 3 على 3 وخليها في 3 لان انا مستمتع بصراحه بيها. لما يكون عندنا 3 نجمات كبار ولعبوا ما شاء الله عليهم بس في واحده منهم وهي سرايا محمد تاخد هداف افريقيا 5 على 5 ايوه هداف افريقيا 3 على 3 واحسن لعيبه
وانضمام الى منتخب افريقيا الموضوع مختلف. شايفه ايه؟ شايفه حاجه تفرح بصراحه. أيوة. يعني شايفه مستوى بنت اولا جميله مهذبه، بنت اولا هي بتشتغل مجتهده جدا في التمرين، بتلعب بروح قتاليه عاليه جدا، فايتر كده، مهارات عاليه جدا. يعني هي مهاراتها عاليه جدا، من افضل من انجبت ملاعب كره السله للسيدات على مر التاريخ، من افضل الناس. سوريا فعلا طبعا الاتحاد الدولي في اشاده ليها على الاتحاد الدولي وسموها كيلوباترا. ولا يعني الحقيقه هي هيله طبعا، وكل الناس وهاله شعراوي ونور علي طلعت، حقيقه هم بنات يعني فعلا انا يعني ما شفتش روح كده، هم روحهم عاليه جدا. بصي رجعوا لنا اللقطه التانيه لو سمحتوا. بصي بتعمل ايه؟ رجعوا لنا اللقطه اللي فاتت يا جماعه اللي هي بتضحك فيها. بصي دي اعتقد دي الاشاده بتاعت الاتحاد الدولي اهي. بصي لا براحتها، استمتع في اللعبه. مش وفي كرة تانية عملتها يا كابتن إيهاب، عايزك يعني الموضوع ده كان اعتقد في ماتش مالي الاخير دي، عارفه شادي قال عليه ايه المخرج عندنا؟ قال عليها دي رونالدينهو بيلعب باسكت. والله هي وبترمي الكرة من بره، هي بره المنطقة دي تلاتة بونت ولا اتنين بونت؟ اتنين الباسكت. لا هو كده خلصت، بتلعب على نص ملعب ويعني مش ملعب كامل. فالشوطه اللي من تحت الباسكت العادي بيبقى بوينت واحده، ومن بره الثلاثه بونت بيبقى اتنين بوينت. بص الفيك ده مثلا، بص ال عملت واحده هي هتجيبها. وفي كمان واحده في اخر في ماتش مالي في الفاينل اللي هي 3 بوينت اللي من بره، فيكت وطلعت وشاطت يعني. وخلي بالك دول بيلعبوا كل البطولات يعني، ما ريحوا في كل الماتشات. هم يعني بيلعبوا الماتشات ازاي؟ ترتيبها ازاي؟ يعني عادي، هم كانوا مجموعتين وبس، ولعبوا في المجموعه، خسروا من مالي في المجموعه، وبعدين قبل نهائي ونهائي. يعني هم في 3 على 3 ما بيلعبوش ماتش في اليوم، بيبقى الماتش ممكن ماتشين وثلاثه. البطوله دي يا كابتن كام يوم؟ بتبقى 3 ايام بكتير. 3 ايام كبيره، 3 ايام بكتير. بيلعبوا كام ماتش في اليوم؟ على حسب طبعا. هي الكره دي حاجه يعني صراحه هي فضلت واقفه خلاص، اصل انت فاضل 11 ثانيه وخلاص كسبان 3 بونت 15 يعني كده. بص انت كده بتعمل فرق 3 بونت، بتعمل 18 15. ف قول لي وصلوا بقى لكاس العالم، الوصول لكاس العالم اكيد انت او قعديتوا عشان يبقى الكلام مظبوط. حد سال قعد 3 على 3 اعداد كويس، فاكيد الاعداد لكاس العالم بيكون بشكل مختلف. اكيد هيبقى بشكل الخطه الشكل او الملامح الخطه اللي جايه. بص يعني اعتقد ان احنا يعني بعد بطوله افريقيا وبعد الوصول لكاس العالم، بعد الدوري اللي حصل، اعتقد النظره كمان هتبقى اكبر. فهيبقى فيه طبعا اعداد كويس، يعني ان شاء الله هيبقى فيه ممكن بطوله خارجيه يلعبوا فيها 3 على 3 يستعدوا. مع البطولات الداخليه اللي بتتعمل في مصر، مع التطوير موضوع الدوري ان هو هيتلعب على اكتر من كذا فتره. احنا عندنا كاس العالم ان شاء الله تحت 18 هيبقى في المجر. 18 تحت 18 سنه بنات في المجر، هيبقى في المجر. وتحت 23 سنه هيبقى في الصين. الصين كويس. فلا ان شاء الله هيبقى في اعداد باذن الله، لو ببطوله خارجيه او طبعا يعني ان شاء الله باذن الله هنحاول يعني نطلعهم وان شاء الله كده يشرفونا، وما يبقاش تمثيل مشرف بس، لان انا شايفه ان شاء الله ممكن نعمل حاجه، ممكن، لان احنا حتى لما دخلنا في التصنيف دخلنا اعلى من دول، يعني ما دخلناش في من 20 بس، احنا لا احنا طلعنا من 16 و15. فانا اتمنى ان شاء الله هيبقى الموضوع احسن. طب خلينا نخرج لفاصل ونريح الامور. وهي بتلعب كان عندها روح ويعني بتموت نفسها، وهي دي روح الفنانه الحمراء بتاعت النادي الاهلي عند كابتن ايهاب الغنام. النهارده وهي عضو مجلس اداره برضه لسه عندها الروح والسبيريت والعزيمه وكل حاجه عندها ان هو تستمر وتقاتل وتكافح مع اتحاد كره السله عشان بناتنا يوصلوا لاعلى المستويات في 3 على 3. خلينا نخرج لفاصل ونرجع لكابتن ايهاب عشان نكمل الجزء الثاني من الحلقه النهارده معاه. وقفنا عند حماس وجلد وصبر الكابتن ايهاب الغنام، زي ما هي كانت لعيبه هي نفسها عضو مجلس اداره، ما اتغيرتش كتير عشانها، عشان كابتن ايهاب الغنام في الملعب وشفتها وهي بتلعب. هي اتولدت جوه النادي واسره رياضيه كبيره،
عايزين تاريخ او ايام كتيره نحكي على الاسره دي كلها. كابتن حابب في الجزء الاخير من عن النهارده، يعني 3 على 3 ده جزء كبير، لكن اكيد عندنا اسئله كتيره عن كره السله. شايفه هنتكلم على 3 على 3 بس هرجع بس في نقطه مهمه. شايفه الدوري المصري واحتراف اللاعبات او المحترفات اضاف للدوري المصري ولا رايك؟ طبعا اضاف للدوري المصري. اه يعني سواء في على مستوى الرجال او السيدات. وما بقاش في حته في الدنيا دلوقتي اي دوله الا فيها محترفين ومحترفات عادي في الدوري بتاعهم، وده بيرفع مستوى الدوري جدا. فانا طبعا شايفه ان هو اضاف. مش شايفه ان ده بقى حمل قوي على الانديه او فلوس او حاجه، ولا انت الرياضه بالنسبه لك بقت لازم يكون في فلوس عشان نشتغل في الرياضه؟ لازم يكون في فلوس والانديه اللي عايزه تكسب ده يعني لازم يبقى عندها أضرها. فلوس لازم، هي الرياضة دلوقتي يعني فلوس. فأنا شايفة إن المحترفين يعني أو المحترفات أضافوا كتير، والأندية يعني مش يعني إحنا مش هنعلى أو مش هنطلع لفوق غير في بإن يبقى في عندنا مستوى كويس جدا للدوري واحتكاكات كويسة عشان نقدر منتخب مصر يبقى قوي. طيب للأسف في كلام في الباسكت كده بيقولوه عايزين محترف تاني. انت عارفه انا بلف في ملعب الباسكت واعرف كل اصحابي. ففي ناس بتقول ان محتاجين محترف تاني او محترفه تانيه. هل انت مع ان نضيف محترف تاني اخر، ولا رايك ان ولا ان في فرصه، او رايك ايه؟ بص، هو الموضوع ده ليه شقين. انا من رايي ان احنا ممكن نضيف، لكن ما يلعبوش الاثنين في نفس الوقت. ما يلعبوش الاثنين في نفس الوقت. يعني مثلا ممكن اي نادي يجيب اثنين تمام، لكن ما يبقاش في نفس يلعبوا اتنين. يعني احنا برضو عايزين نرفع المستوى، مش نقعد اللعيبة المصريين على الخط. يعني مش عايزين هما يبقوا يعني اتنين وتلاتة ومحترفين واحنا يبقى الاحتكاك او اللعب يعني على قد ما يجي محترفين بقى في كل نادي يجي اتنين، شوف هتقعد كام لعيب في كل نادي كتير. ممكن لو اتعمل، بس يتعمل بشكل ان ممكن كل نادي بس يبقى واحد بس في الملعب، يعني ما يبقاش ينفع اتنين في الملعب. ده رايي يعني، ممكن يختلف ويتفق مع طبعا مع يعني الناس. طبعا بالظبط. طيب خلينا نتكلم على نرجع شويه ونقول زمان وانت بتلعبي كابتن طارق غنام ما كانش بيوصلك غير باب النادي، كنت انت كابتن طارق بتروح وبتاع. دلوقتي الموضوع اختلف واولياء الامور شادين حيلهم حقهم بيتعبوا حاجات كتيره. ايوه. عايزك بما انك انت كابتن كبير ونجمه كبيره وعضو وزراء تقول لهم ايه؟ النصيحه لاولياء الامور، لان انا شايف ان في شد وجذب كثيره مع اولياء الامور. بص انا يعني يا كابتن خالد، موضوع اولياء الامور ده طبعا زمان ما كانش كده خالص، حتى اهالينا لما كانت بتقعد ما كانتش لا تتدخل فنيا ولا يعني بشوف يعني اللي بيحصل النهارده. وكان كابتن طه الغنام يعني كبير في الباسكت ما كانش بيتدخل. كانش حد يقدر. حدش حد يقدر. دلوقتي الوضع مختلف، وانا برضو بصفتي مسؤوله عن الميني باسكت، لجنه الميني باسكت، فالميني باسكت بقى ده قصه كبيره جدا بيجيلك. يعني اولياء الامور فيه بيقل بيقل كل ما تطلع فوق بيقل، لكن موجودين. لكن الـ 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 يعني بشكل جامد جدا بنلاقيهم في الميني باسكت. كل حد يعني ولي امر طبعا غصبا عنهم، نتيجه يعني عاطفتهم ناحيه اولادهم، ان هم بيشوف كل واحد بيشوف ابنه فعلا احسن واحد في الفرقه. ان هو لازم يلعب، ان هو ضغط حمل ضغط نفسي وحمل نفسي على الطفل غير عادي غير عادي. يعني احنا في اتحاد الباسكت برضو عاملين منهج موحد على مستوى الجمهوريه، ده كان برضو اول سنه. كله يعني كله يلعب بنفس الطريقه. يعني مثلا لو هنقول ان تحت 9 سنين تلعب بطريقه، يبقى المسابقات تحت 9 سنين في جميع المناطق تلعب بنفس الطريقه دي. وفي كتيب هيطلع واتعمل منشور واتبعت للانديه بالطريقه والنظام، منها حاجات جايه من تعليمات الفيبا، ومنها من تجاربنا احنا الشخصيه برضو في على المستوى. وفي كان برضو مؤتمر للميني باسكت حضرته في ناميبيا كان بيقول نفس الكلام، فجمعنا كل الحاجات دي كلها وعملنا منهج موحد يناسب الجميع. فاحنا ما بنعملش سكور، ما بنعملش سكور. يعني ايه؟ يعني مثلا تحت 8 تحت 9 و10 و11 و12 و13 مفيش سكور. مفيش سكور، مفيش سكور، خلاص العب. مفيش حمل او ضغط عصبي. مفيش يا جماعه مكسب وخساره. عايز اقول لك كلمه بصراحه،
وانت وليت امر. ده انا جالي سؤال يعني، بس بكلامك النهارده هقوله لك حالا، بس عايز تقولي لولي امور كلمه. عايز اقول لهم سيبوا ولاد يعني سيبوا ولادكم يعني الرياضه، العبوها للرياضه، ما تلعبوهاش للمكسب والخساره، ما تلعبوهاش، ما تضغطوش على الولد. لما الولد يرجع البيت قولوا له انت انبسطت ولا لا، بلاش انت كسبت ولا لا. دي يعني في الميني باسكت بتكلم، لان انا الـ 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 يعني الـ الاهل دول بشوفهم بطريقه حمل. ما انت متواجده بقى في الميني باسكت فشايفاهم بقالي كتير حتى من ساعه لما كنا في المنطقه برضو يعني بقالي كتير جدا يعني شفت انا فعلموا اولادكم. هنعلق على الصوره، هنعلق بتطلعوا صور كابتن حامد دلوقتي. هنعلق على الصور دي. استنى انا عارف عايزين صور كابتن حامد كتير. اتفضلي يا كابتن. فسيبوا ولادكم يعني الرياضه اولا مكسب وخساره، ده لما تطلع فوق. وانت صغير ما تعملش حمل على الولد او البنت. سيبه يستمتع، ما تضغطش عليه نفسيا. اساله كده انت انبسطت، رحت انبسطت، مش رحت كسبت ولا خسرت. طبطب عليه، بلاش اللي احنا بنشوفه يعني بلاش. انا شفت بشوف وليه امر ممكن تزعق في وش ابنها، ممكن تضربه بالبنش كده في صدره. يعني في حاجات يعني احنا بنرفضها. وكمان المدربين برضو المراحل السنيه الصغيره، في مدربين برضو التعامل بيبقى صعب. بدون الكلام ده للمدربين بندي بس بيعملوا عكس الكلام. يعني المراحل السنيه الصغيره دي مش محتاجه ده كله. احنا بنحبب الولاد في اللعبه وبننشر اللعبه وبنعلمهم الباسكت يعني المنافسه شويه من 14 سنه. وبرده ما تبقاش برده المنافسه بان انا اضرب الولد او ازعق له او اشتمه او الحاجات دي كلها. دي حاجات مرفوضه تماما في اي لعبه مش في الباسكت. كابتن رحاب الغنام لما قعدت معايا النهارده السؤال لف في دماغي فكونته. عضو مجلس الاتحاد المصري وكابتن النادي الاهلي السابق وزوجة لكابتن حمدي صافي في العمل الإداري، ولا الزوجة، ولا الحياة المستقبلية، ولا إيه بالظبط؟ وكمان بتبشري ولادك، عاملة التكوين ده إزاي في حياتك؟ بص رأيك لففتك في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني بيقدر. أنا يعني هي أنا ما دخلتش العمل ده غير لما الولاد كبروا شوية. خلاص كل واحد ابتدى يعتمد على نفسه. بص أنا شخصية لما بعوز حاجة الحمد لله بعملها طبعا. يعني هي العملية كلها تنظيم وقت بين الاتحاد وبين شغلي وبين الولاد وبين حمدي وبين الفولي، لان خلي بالك الفولي برضو داخل بمساحه كبيره قوي في حياتنا. خلي بالكوا حاجه مهمه جدا. كابتن حامد ما شاء الله عليها نجمه كبيره في الباسكت وعيله الباسكت، بس كابتن حمدي صافي ما شاء الله عليه بصراحه الثلاثه لعبوا فولي الثلاثه. ايوه انا يعني سيطر ازاي؟ احكي لي ازاي قدر سيطر. اولا انا كنت فاهمه ان احنا هو داخل على العيله كلها باسكت، فهو يجي يلعب باسكت بالمره. لا هو الحقيقه قلبنا كلنا فولي يعني احنا حتى الولاد كلهم راحوا فولي ما عدا عبد الرحمن ابن طارق بس هو اللي بيلعب باسكت، لكن ولادي وبنت طارق جودي بتلعب فولي. بس خليني اقول لك حاجه بصراحه، البنات يلعبوا فولي ولا باسكت؟ لا يعني بص يلعبوا اللي هم لاقيين نفسهم فيه وحابينه ومتفوقين فيه. يعني انا اولا كان يوسف صعب جدا ان هو يلعب باسكت، لان يوسف اكتر واحد حضر حمدي وهو بيلعب، راح معاه واتحط في الملعب معاه وبالتالي بقى التبعيه جت. هو حمزه اصلا بيحب جدا الباسكت والفولي وكان متردد فتره كبيره جدا من حياته. ونور بقى يعني ونور هربت ازاي منك؟ لا لا انا هعرف الحقيقه. نور خدوها مني فعلا يعني. نور ازاي؟ نور كانت بتلعب باسكت تمام؟ كويس. وكانت مبسوطه جدا وهي اختارت الباسكت تمام؟ ابتدت تروح المدارس في النادي الاهلي وتلعب وكل حاجه وحلوه جدا. المدارس بتتمرن يوم الجمعه والسبت الساعه 8 الصبح. كويس. وده طبعا ما جاش على مزاجها لان هي بتصحى بدري في يوم اجازتها. تمام. دي ابتدت اول الايه الحاجه البداية. اللي هي البدايه اللي هم اشتغلوا عليها بتوع الفولي كويس. وبعدين ابتدت يقولوا لها بقى ايه، ابتدت الفولي كان بيسجل من مراحل تسجيل الفولي من بدري من تحت 9 سنين. ودي حاجه انا دخلتها بقى في الباسكت السنه دي عشان ما ياخدوش العيال مني الباسكت. وكانت بتروح
فكابتدت تتضايق، ابتدت بقى يعني ايه حمدي والناس في البتاع، لا ده انت تروحي الفولي ده هتلعبي في النادي الاهلي فرقه وهيدوكي طقم وهتتمرني والمواعيد بقى 6 و4 وبعدين المدرسه. وفعلا وفعلا والله وحته التسجيل وحته ان هي تبقى فرقه وتلبس التيشيرت بتاعت النادي الاهلي وتروح وتلعب وتبقى فرقه، ده كان ده كان ده كان رحت نور راحت بالطريقه دي بالظبط يعني بعد ما كانت يعني يعني في الباسكت. هسالك سؤال بجد، انت نجمه كبيره وكابتن الاهلي اكيد انت مبسوطه، بس ما كنتيش نفسك هم يلعبوا باسكت ولا خلاص الموضوع خلص؟ لا 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 خالص خالص فعلا. خالص خالص ما فرقش معايا يعني معاي. انت وكابتن طارق وكابتن طه الغنام وماما عايش كمان صح كلهم كباتن باسكت وحمدي صافي جامد، حمدي الصافي كابتن حمدي تعظيم سلام بجد انا بقول لك 100 100 جامد اتفضلي. فلا لا خالص انا كل اللي يهمني ان هم يبقوا متفوقين يمشوا حياتهم في الدراسه زي يعني ما تاثرش دي على دي، وهم الحمد لله مظبطينها كويس، وان هم يبقوا متفوقين وحابين لعبتهم ده اللي فارق معايا. لكن باسكت وفولي ده يعني خلص الموضوع وخلص وما كانش موجود اصلا، احنا بنعمله كده يعني بنتكلم فيه بشكل تهريج لكن لا لا لا, لا اي حاجه لا أي ان شاء حاجة. الله ما لعبوش باسكت وفولي خالص، يلعبوا اي حاجه هم بيحبوها. وهي دي نصيحه المهمة اللي كابتن حمدي الغنام اكيد عايز تقولها، شايف وهي نجمه وكابتن وعضو مجلس اداره بتقول لك اهم حاجه يستمتعوا بالرياضه، يا ريت كل اولياء الامور يكونوا زي كابتن حمدي الغنام، ولادنا يستمتعوا صدقوني هيطلعوا طاقات مختلفه جدا. كابتن حاب الجيل بتاعكم في الباسكت اتظلم لو ما كانش في سوشيال ميديا زي دلوقتي ولا اخدتوا حقكم اعلاميا؟ لا كنا برضو يعني خدنا حقنا اعلاميا، احنا كان برضو بيتذاع علينا ماتشات، احنا كان بيتعمل لنا ايام بقى الجرايد والحاجات دي كانت الجرايد. بتنزل لكن ساعات السوشيال ميديا ما بتبقاش يعني ليها عيوبها وليها مميزاتها برضو في الفتره دي، يعني انا برضو يعني مش معاها متفقة على طول الخط معها، بس لا احنا برضو اتعمل لنا حاجات كويسة كتير وبرامج حلوة جدا 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 كنا وماتشاتنا كانت بتتذاع ولا يعني الحمد لله برضو الحمد لله الحمد لله. عجبني القناعة جدا حاجة دي سورة جورنابوسي سورة جوردان على طول ايه قولي لنا حكاية دي ده بعد لما خدنا البطولة العربية اللي هي كانت يعني الوحيدة في تاريخ النادي الاهلي ما شاء الله يعني طبعا الجيل ده انا مش يعني بص يعني سهى على مروة على ياسمين عزت على ريم على نازلي على ياسمين مراد على ريهام صلاح على يعني كمية ناس مش عايز انسى حد على كابتن نيفين عقل على كابتن رولا على يعني فاكرة عارفة المنشيت كتب ايه؟ دالي عرابي يعني كتب ايه المنشيت؟ الخبر بيقول ايه؟ ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول رحاب الغنام سعيده وفخوره ان هي بطله، انا سعيده جدا بهذا الفوز الذي تحقق بعد التعب وتدريبات عنيفه. يعني بطولة العربية دي كانت في تونس كانت في تونس كانت في لبنان في لبنان كانت في لبنان، فرق لبنان كانوا محترفين بقى ويعني احنا ما كانش معانا لسه دخل خالص موضوع المحترفين ده فلا يعني كانت غالية قوي البطولة دي قوي يعني قوي. لازم هنتهز الفرصة لوجودك معايا فتعقيب سريع الصورة، بصي قالوا لي الصورة خش على الصورة. انت مش عايز اسال السؤال اللي عايز اساله؟ حاضر يا شادي. الصورة دي ايه؟ الصورة دي كانت في ماتش رايح سبورتنج في استاد اسكندرية كنا خسرانين في الشوط الأولاني 25 بوينت أو 20 بوينت وقعدنا في الشوط الثالث والرابع نعوض فكسبنا 3 بوينت في الآخر. دي مكتوب عليها بالأحضان يا بابا. فالماتش ده كمان يعني يعني فطبعا أنا طلعت طبعا حضن كنت بتعامل معاه ازاي؟ يعني مدير فني ولاعيبه وكابتن فرقه ولا بابا والموضوع شكله ازاي بصراحه؟ لا طبعا هو كوتش و الكوتش طبعا وكل حاجه وانا تجربتي معاه كبيره في يعني في حياتي عشان هو مسكني كتير جدا في الميني باسكت والدرجه الاولى. علمني ان انا ما احكمش على اي مدرب يعني اقول ده واعدل عليه واصل ليه هو لاعب دي وطلع دي لا لان انا في الفتره دي دايما كنا بنروح ونيجي سوا
فكنت دايما اقول له هو انت طلعت ليه ياسمين من الملعب، انت حطيت ليه، انت ليه عملت كده، الاقيه عنده اشوف انا ان انا عنده حاجات كتير جدا بيقولها واسباب كتير جدا، فاقول اه صح انت كنت صح. فتعلمت قوي ان انا ما اعملش نفسي ان انا اعدل على كل مدير فني واقول مش زي ما بيحصل دلوقتي، اولياء الامور بيعدلوا على المدير الفني والمدربين الصغارين بيعدلوا على المدير والجماهير بيعدل على المدرب بالظبط واللعيبه لا. انا اتعلمت قوي الحته دي، فدايما يعني ايه احنا ما نعرفش المدير الفني بيفكر في ايه. احنا اكيد لا مرنا ولا عندنا خبرته ولا حتى لو يعني لو احنا لعيبه، بس برضو كفنيا طيب يعني عايزك سريعا جدا عشان احنا الوقت جري. انا عارف ان انا عايز اقعد معاكي 3 4 ساعات بس الوقت جري. معلش عايز بحاجة تعليق او تعقيب على قرارات اتحاد السله الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرنا. انا اتكلم كنادي اهلي طبعا، وانا عارف ان حضرتك منتميه الان لعضو مجلس اتحاد الباسكت. احنا شايفين من وجهه نظرنا ان اللعيبه حصل مشكله او حصل دروب، فاللعيبه حصل عليها هجوم فحصل مشكله فحصلنا رد فعل. فسالت سؤال انا سالته حتى وقلت عايزين ايه من اللعيبه، نقول لي ايه اللعيبه بتاعتها لما تتضرب او يحصل اي تعدي عليها، رايك ايه؟ سؤال صعب؟ لا خالص خالص. بص كان في استعدادات خاصة أو كان في الماتش ده لي يعني وضع خاص تمام. بداية عشان في القناة بصراحة بداية كان ماتش الأهلي وزمالك لي وضع خاص تمام. فبالتالي كان ليه استعدادات خاصة من جانب الاتحاد المصري بدون الدخول في تفاصيل ايه هي الوضع الخاص تمام. احنا عملنا اجتماع تنسيقي كويس، حضروا مندوبي الأندية مع المنسق كابتن خالد القوسي عضو مجلس الإدارة، وجم مندوبي الأندية للاتحاد ونسقوا وضع الماتش وشكل الماتش تمام. وحصل اللي حصل في الماتش، وجي بعد كده عملنا اجتماع اتفرجنا على جميع الفيديوهات في السوشيال ميديا والمذكرات اللي اتبعتت وكل حاجة تمام. دخلنا الأوضة خدنا القرارات بالإجماع أو بالأغلبية. فيعني ما ينفعش إن أنا أطلع أعلق عليها. يعني إيه؟ يعني قرارات مجلس إدارة اتحاد المصري كرة السلة دي يعني إيه؟ حضرتك عضو مجلس إدارة وعارف ما ينفعش أعلق عليها، سواء متفقة أو سواء عندي تحفظات أو سواء في أي حاجة، فأنا بنتمي لهذا الكيان عضو مجلس إدارة، فرد من ضمن المنظومة، عمل قرارات معينة كلنا تمام. وعلى فكرة يعني ده مش كلامي، دي حاجة أنا اتعلمتها جوه النادي الأهلي. يعني ده النادي الأهلي كنت أقول لك ليه؟ تربية النادي الأهلي بالظبط. أقول لك ليه؟ طيب حاجة. إحنا لما كنا بنلعب مثلا كويس، إحنا لما كنا بنلعب زمان صح كده؟ يعني حضرنا الله يرحمه طبعا كابتن صالح سليم طبعًا. قدوتنا ويعني تمام ومثلنا الأعلى كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر، كابتن الخطيب تمام. بتسمع إن أي عضو مجلس إدارة أو أي حد يطلع يعلق على أي حاجة في الـ في الـ في, في بتسمع عن إن النادي الأهلي في حد مثلا يطلع يقول أنا ما كنتش موافق على القرار، أنا كنت موافق على القرار. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي هو علمنا. فبالتالي لما دخلت عضو مجلس إدارة اتعلمت إن أنا ما دام مجلس الإدارة اتلم خلاص اتقفل عليه الباب وخد قرار والناس كلها او يعني بالاجماع، وطبعا الناس كلها مش هتتفق على قرار، خلينا نقول ان ايه يعني في حاجات لازم يحصل فيه مش ممكن اتنين هيتفقوا على قرار يعني. بالظبط كويس. لكن انا اطلع ما خلاص مجلس الاداره كله طلع القرار ده، فانا يعني هنحترم رغبتك يعني. وفعلا ده هو ده النادي الاهلي، هي كابتن رحاب قالت هي تعليم ده بحترمها جدا في كلامها، لان هي في الاخر بتنتمي فعلا لاسره كره السله، معناها اهلاويه من طراز فريد. عودة الجماهير ومحاولة لعودة الجماهير رأيك فيها إيه ولا في محاولة اتحاد الباسكت؟ والله يعني أنا نفسي وكلنا نفسنا وكل المنظومة نفسها، أتمنى إن إحنا يعني أتمنى إن الماتش بتاع الأهلي والزمالك ما يعطلش، ما يعملش مشكلة ويعطل رجوع الجماهير تاني. وإن شاء الله إحنا بنحاول، ودكتور مجدي بيعمل يعني ومجلس الإدارة كله بيعمل مجهودات كبيرة جدا لعودة الجماهير. وإن شاء الله إحنا في انتظار يعني، وبنحاول إن إحنا الدنيا تبقى سلسة والناس ترجع تشاهد المباريات تاني في الملعب. صدقيني لو قلت لك أنا عايز كمان شويه، بس هو بيقول لي لازم تخلص انا كمان، لكن عايز وعد منك ان انت تكوني متواجده ان شاء الله مع كل الاسره المره الجايه ان شاء الله. قريب وعد ان شاء الله، وعد انا اخدت وعد هظبط معاهم كلهم وخلاص مع كل العيله ان شاء الله. صدقوني مبسوط جدا بكابتن رحاب الغنام عشان هي نجمه النادي الاهلي، وما شاء الله عليها لما كمان راحت كعضو مجلس اداره
هي برضو نجمه بتنتمي لمنظومه اتحاد الباسكت، ودايما هنكون مع اولادنا النجوم في الملاعب والنجوم كمان في الاداره. في اخر حلقه اكيد بشكرها ان هي كانت معايا النهارده، وبقول لك شكرا جزيلا على لقاء قريب جدا. أنا اللي شكراً. مع كل العيله. ميرسي يا كابتن خالد، شكرا شكرا لقاره النادي الاهلي وكل المعدين، وانا سعيده جدا واشوفكم على خير دايما ان شاء الله. احنا اسعد بوجود كابتن حاب اللي هي مسؤوله عن 3 على 3، وفعلا ما شاء الله عليها ابدعت وانجزت مع اتحاد كرة السلة. وفي الآخر جلوب ألف مبروك وصولكم كأس العالم، وإن شاء الله هنفضل متابعينكم. في آخر الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.